طيب بيراميدز في اول سنه هيشارك في دوري الابطال هينتظر الفائز بين ديكاداها بطل الصومال مع الجيش الرواندي. ايضا ماموليدي سان داونز الجنوب افريقيا هينتظر الفائز بين بنجي بطل الجابون مع بومورو بطل بوروندي. سيمبا هيواجه الفائز بين افريكان ستارز بطل نابيبيا مع دينامو هيريري بطل زامبيا. بترو اتلتيكو هيواجه الفائز بين سونجو بطل موزمبيق مع مبا بطل اسواتيني. تيبي ميما زيمبي الكونغولي هينتظر الفائز بين دراجون بطل غينيا الاستوائيه مع بيج بوليتس بطل ملاوي. ثم المواجهات القادمه هي مواجهات بقى ما بين فرقتين، الفائز يواجه الفائز من فريقين اخرين. يعني اهلي بنغازي الليبي هيلعب انيمبا نيجيري، مواجهه صعبه جدا لاهلي بنغازي. الفائز منهم هيواجه القطن البنيني مع اسك ميموزا الايفواري. كمان شباب قسنطينة الجزائري هيواجه النجم الساحلي التونسي، ديربي شمال مغاربي قوي جدا في الدور ال 64. الفائز من شباب قسنطينة الجزائري مع النجم الساحلي التونسي هيلاعب اسكو ديكارا بطل توجو مع الجيش الملكي المغربي، يعني كمان مرشح ان يكون في مواجهه عربيه في الدور ال 32 سواء فاز بطل الجزائر او فاز بطل تونس. دي مواجهه قويه جدا. طيب نروح كمان للمواجهات الثانيه، ريال باماكو المالي هيلاعب القطن الكاميروني، والفائز يواجه الفائز من نوازيبو بطل موريتانيا مع اهلي طرابلس الليبي. الفرق الليبيه يمكن حظها سيء في القرعه، عندها مواجهات صعبه، واهلي بنغازي تحديدا عشان يوصل لدور المجموعات دور ال 16 عنده يعني مرحله صعبه. انيمبا النيجيري في اسك ميموزا، مواجهات قويه. اول اغسطس الانجولا هيلاعب فيتا كلاب الكونغولي، الفائز منهم هيلاعب سلام بطل جنوب السودان مع الهلال السوداني. يعني في مواجهه ما بين الهلال السوداني مع فريق من بطل جنوب السودان، دي اول مره تحصل على فكره على المستوى الافريقي يكون في فريق من السودان بيواجه فريق من جنوب السودان. الفائز منهم هيلاعب اول اغسطس او فيتا كلاب الكونغولي. مواجهه اول اغسطس مع فيتا كلاب ايضا مواجهه قويه جدا. طيب اخر مرحلتين، اوتوهو بطل جمهوريه الكونغو هيلاعب المريخ السوداني، والفائز منهم هيلاعب الفائز بين يانج افريكانز التنزاني مع التيليكوم بطل جيبوتي. ثم جالاكسي بطل بوتسوانا هيلاعب فايبرز بطل اوغندا، والفائز بينهم هيلاعب جبل جزر القمر او اورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقيا. الدور التمهيدي الاول هيتلعب في شهر 8، منتصف 8 واخر 8. الدور التمهيدي الثاني اللي هيلعب فيه النادي الاهلي خلاص رسميا هيكون احد ايام 16 او 17/9 والاياب 29 او 30/9 او 1 اكتوبر. دي مواجهات دوري الابطال، وكلنا خلاص عرفنا بشكل رسمي مين اللي هيواجه الاهلي في دور ال 32، خاصه بعد ما تاكد رسميا ان الاهلي هيشارك في دور ال 32 بعد تعديل الاقتراح الذي نوقش في الفتره الاخيره ان ممكن فرق السوبر ليج يتم اعفائها من الدور التمهيدي. دلوقتي الاهلي اصبح يعني اول مباراه رسميه ليه يوم 16/9، يوم 16/9 هتكون المباراة الأولى للأهلي في إثيوبيا أو في زنجبار. طبعا الفوارق الفنية تقول إن سان جورج الأثيوبي فرصه أكبر في التأهل، وإن كان الكورة طبعا معودانا دايما على المفاجآت، ولكن لو الأهلي هيواجه بطل زنجبار هتبقى أول رحلة رسمية للأهلي لدولة زنجبار خلال الفترة اللي جايه.